السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. اليوم راح نبلش ب تشابتر جديد واللي هو هيومن جيناتكس، واللي هو طبعا يعني بيعتبر هو الأهم وهو اللي عليه الأسئلة الأكثر. وأسئلة ال restriction enzyme والجيل الكتروفوريسيس هني بيرتبطوا فيه، يعني بيجي تقريبا نص السؤال على البيديجري ونص السؤال على الجيل الكتروفوريسيس الأغلب، يعني عشان ما نعمم. فمفروض هذا مهم جدا، وهذا بكون نهاية اليونت اللي هو الهيريديتي، وراه نبلش ان شاء الله بيونت الاميونيتي. هلا بالنسبة للبيديجري او الهيومن جينيتكس، في عنا اول شيء السيمبلز اوف ذا بيديجري. طبعا الميل هو متعرف عليه بشكل سكوير، الفيميل سيركل، الفيتس رومبس، ماشي الحال. والفيتس هون لاحظوا لما يعطيني افكتد انديفيدجوال بيعطيني اياه مثلا كالرد باي بلاك. الفيتس مش لانه لونه ابيض معناته هو نورمال، الفيتس هو بعده يعني بعده مش خلقان، فاحنا مش عارفين انهم فينوتايب، فمش بنقول انه هو نورمال. لانه بيجي كتير اسئله بيقول لي اعطيني استابليش برينيتال دايجنوسيس، يعني اعطيني تشخيص انت ما قبل الولاده هل راح يطلع نورمال او لا. فعطول الفيتس عندنا شكله هيك، مش هيكون عندنا فيتس ملون اسود. هل طبعا هون affected لما يكون black بيكون affected. هلا في دورة من الدورات 2014 جاب، كان هو مش عم يدرس مرض، كان عم يدرس color of the hair، فكان اللي لونه black هو color red او brown. المهم هون احنا ما بنصير بنكتب انه والله هذا الشخص مريض، هو بالاصل ما كان عم يدرس مرض، فعشان هيك كمان شوي بدنا ننتبه. طبعا لما يحط خط بيناتي مثل هون خط واحد هون عادي ميتينج، في عنا الخطين بدنا ننتبه لها اذا موجودة، اللي هي الكونسانجوينيوس ميتينج اللي هي زواج الاقارب، او بنقول الريلاتيف ميتينج. هلا هاي احنا راح ناخد لقدام احتماليات، احتمال انه يطلع الفيتس افكتد. فهون بكون عندنا لما يكون في ريلاتيف ميتينج بكون في نسبة أعلى لظهور المرض إذا كان ريسيف. طبعا هون لما ننزل إحنا الخطوط هيك، هاي بكون السيبلينجز الأولاد. في عندنا لما نحط إحنا بالولاد سهمين هيك، أو عفوا خطين هيك، هدول بكونوا توينز. لما ما يحط خط بيناتن مثل هون بكونوا فراتيرنال، يعني ما بيشبهوا بعض، وبكونوا different genotypes، مش شرط يكونوا different شو genotypes، وبكونوا different phenotypes، وبكونوا different gender، يعني ممكن يكونوا male وfemale. هلا ممكن يكونوا female وfemale بس ما بيشبهوا بعض، يعني مش identical. ولكن لما يحط خط بيناتن هاي شو بكون؟ هاي بكون identical twins. فأكيد إذا female تاني هتكون female، إذا هاي genotype ND التاني اللي تكون عنده genotype شو؟ and D. هاي بالنسبة للسيمبلز. وفي عنا مثلا بالبيديجري طبعا نعرف احنا ببلش ب في عنا generation 1 و generation 2. اول كابل هني بكونوا شو generation number 1، الميل لو قلنا 1 الفيميل 2. فاحنا اذا مثلا عم نحكي وبدي اذكر الميل فبقول generation 1 individual 1، ماشي الحال. هلا بشوف ولادن مثلا، راح تشوفوا بيديجري انتو مكمل ارقام، يعني انتو فوق كان 1 و 2، راح نشوف في بيديجري بلش 3 4 5 وبكمل للاخر. وراح تشوفوا انتو بيديجري لا عم يرجع من الاول 1 2 3 للاخر. هلا انتو اللي بدكم اياه بس بتشوفوا مين كيف كان كيف مرقم، عشان تتقيدوا فيه، عشان اي انديفيدجوال انتو بدكم تعملوا له منشن تحكوا عليه يكون حكينا صحيح وينعرف مين هو. هاي بالنسبة للسيمبلز. هلا بنيجي لموضوع مهم جدا اللي هو موضوع جين لوكيشن. موضوع الجين لوكيشن
طبعا احنا بنعرف الجين هي بارت اوف كروموزوم، بارت اوف كروموزوم. يعني احنا عم ندرس مثلا جين كودد فور بلاد جروب، الانتيجين اي والانتيجين بي، بنقول هي موجوده على كروموزوم نمبر 9 مثل ما اخذنا. وكروموزوم نمبر 9 مثل ما بنعرف هي في منها نسختين. فاحنا قبل ما نعرف الجين لوكيشن بدنا نذكر بشغله، انه احنا الكروموزومز عندنا هن 23 pairs، تمام؟ 22 منن يعني من 1 ل 22 هاي بنقول لها autosomal pairs، ومن وعفوا ال pair 23 هو الgonosomal pair. اللي هو إذا كان ميل بكون X Y، إذا كانت فيميل بكون X X. طيب معناته إحنا أي جين عم ندرسه، أي جين ممكن تكون موجودة على أوتوزومال كروموزوم، يعني بير كروموزوم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. في أسئلة هو بيجي بقول لك مثلا we study a gene which is located on chromosome number 6، فهون عطاك given، هو بدنا ننتبه له بالسؤال انه هالجين هي شو، هي autosomal gene. طيب شو خصائص الكروموزوم الجين الموجودة على autosomal كروموزوم؟ وبدنا نركز الautosomal كروموزوم. اول شيء هن arrange in pairs، يعني لو قلنا هون هاي كروموزوم وهاي كروموزوم وهاي هون سنترومير، هاي pair number 1. إذا أنا عندي جين على هالكروموزوم عم ندرسها، طبيعي at the same horizontal line في عنا جين تاني، ماشي الحال؟ يعني إحنا لما نكون عم ندرس أوتوزوم الجين، فطبيعي كل شخص بده يكون عنده two alleles، يعني عنده لو فرضنا N أو ممكن تكون شو ND حسب، أو DD. إذا بالأوتوزومال، طب عند الميل ولا عند الفيميل اثنين؟ لا، للميل أو فيميل فيش بنات نفرق، both males and females carry two alleles of the studied gene. فإذا بنيجي بنلاقي جين مش موجودة عند الميل أو مش موجودة عند الفيميل غير الميل، مثلا يقول لي إذا قال لي الميل حامل نسخة واحدة وهو شخص طبيعي ما عنده كروموزومال أبنورماليتي، بقول له هاي مش أوتوزومال، لأنه بالأوتوزومال الميل والفيميل لازم يحملوا شو؟ تو أليلز. إذا هاي بالنسبة للأوتوزومال مهم جدا، ما في تمييز بين الميل والفيميل، بوث كان كاري شو؟ تو أليلز. طيب نيجي على البير 23. البير 23 هو للفيميل اكس اكس وللميل شو اكس واي. هلا الاكس اكس طبيعي انه اي جين موجود على الاكس كروموزوم الاولى بدها تكون موجوده وين؟ على الاكس كروموزوم الثاني. يعني اذا جينا احنا مثلا كبرنا الاكس كروموزوم، تمام، لو جينا بدنا نكبر الاكس كروموزوم، بنيجي بنقول اذا عندنا جين هون اكيد عندنا اياه قباله، عندنا جين هون اكيد عندنا اياه قباله. اذا بالنسبه للفيميل كانت الجين موجوده على الاوتوزومال كروموزوم او على البير 23 اللي هي جونوزومال بير، الفيميل عطول carries two alleles، ماشي، عطول الفيميل carries two alleles. طب نيجي عند الميل، الميل عنده كروموزوم X وكروموزوم Y. السؤال اللي بدنا نسأله عشان نفهم احنا، هل الجينز الموجودين على X مش موجودين على Y؟
ماشي الحال. هل الجينز الموجودين على الاكس مش موجودين على الواي؟ يعني بس على اللي على الاكس ما في مشترك بيناتهم؟ الجواب هو احنا في عنا مناطق، في عنا مناطق او جينز موجودين على الاكس بس مش موجودين على الواي، في عنا جينز موجودين على الاكس ومش موجودين على الواي، في عنا جينز موجودين على الواي ومش موجودين على الاكس، وفي عنا جينز موجودين على الاكس وعلى الواي في منطقة مشتركة بيناتهم. المنطقة هاي اللي موجودين الجينز على الاكس بس ما في هومولوجس لإلن او هومولوجس لإلن بين اسمها non-homologous segment of X. إذا non-homologous segment of X هي ال part of X chromosome أو الجينز اللي هن carried by X chromosome only وما منلاقيهن على الواي. تمام. هلأ في عنا part قلنا هون، هذا البارت موجود عند الواي بس مش موجود عند الاكس، هذا البارت بنسميها نون هومولوجس سيجمنت اوف واي، وضل عندنا المنطقه المشتركه بيناتهم اللي هي هون، في جينز موجودين على الاكس وموجودين على الواي، هاي المنطقة بنسميها homologous segment of X and Y. فإحنا ما بدنا نخربط بمعلومات اللي كنا نأخذها بالتاسع. بالتاسع كنا نقول إحنا X and Y، لما إحنا نكتب كلمة هيك X N Y، هاي شو بيعني هذا المصطلح؟ بيعني انه الجين اللي انت عم تدرسها X N، اذا الاكس هي اللي كاري ذا جين بس الواي لا، وين المنطقة اللي الاكس بتحمل والواي لا؟ هي النون هومولوجس سيجمنت اوف X. ماشي الحال. احنا هيك كنا ناخد بس ولكن هي لا، في جينز مشتركين بين الاكس والواي. اذا هو عم يدرس مثلا جين موجودة بهالمنطقة، ماشي، هاي المنطقة الاكس بيحمل الليل والواي بتحمل الليل، يعني بكون الميل وقتها حامل شو؟ 2 alleles. طيب اذا كان عم يدرس جين موجودة بمنطقة الواي يا اخوان، مهم جدا، الميل حامل وحدة. تمام. طيب هل هني موجودين على الاكس؟ قلنا اللي موجودين على النون هومولوجس سيجمنت اوف واي موجودين بس على النون هومولوجس سيجمنت اوف واي، يعني الواي بس اللي بتحملها. هل الاكس عليها؟ لا. طب اذا الاكس مش عليها معناته الفيميل ما بتكون حاملتها بالمرة. ماشي الحال. اكزامبل في جين اللي هي اسمها SRY جين، وهي جين اللي بتعطي الميل فينوتايب. ماشي الحال. هاي SRY جين هاي موجودة عن نون هومولوجس سيجمنت اوف واي، هاي مش موجودة بالمرة عند الفيميل. ماشي الحال. اذا احنا كجينز وين حتكون موجود اللوكيشن بشكل عام؟ قلنا اي جين احنا بندرسها يا بتكون موجودة على اوتوزومال كروموزوم اللي هني من 1 ل 22، او بدها تكون موجودة على بير 23. ماشي الحال. على بير 23 في عنا احنا يا اما نون هومولوجس سيجمنت اوف اكس، يا اما هومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي، يا اما نون هومولوجس سيجمنت اوف واي. ماشي الحال. طيب نيجي احنا بنقول اذا جينا هيك نلخص شوي، اذا كانت الجين اوتوزومال، اذا كانت الجين اوتوزومال، اذا عملنا تابل احنا حطينا هون ميل فيميل، قديش النمبر اوف الليلز، اف ذا جين از اوتوزومال، قلنا اذا الجين اللي عم درسه اوتوزومال
الميل كارز تو الليلز والفيميل كمان كارز تو الليلز. طيب إذا الجين carried on the non-homologous segment of X. non-homologous segment of X هذا ميل. إذا الجين موجود هون بهالمنطقة معناته مثلا لو قلنا عنده N بنقول X and Y. إذا عنده بس قليل واحدة ولكن الفيميل عنده Xين. إذا الجين حاملة X ماشي الحال كان هون أو هون اللي هي يعني إذا نان هومولوجاس أو هومولوجاس. إذا كانت عن نان هومولوجاس هي موجودة على الأكس. إذا الفيميل كم أكس عندها؟ تنتين. إذا كانت على النان هومولوجاس أوف أكس بكون الميل واحد والفيميل شو؟ تو. إذا على النان هومولوجاس أوف واي قدي بكونوا؟ non homologous of y يعني هون بهالمنطقة يعني الميل حامل وحدة وهل موجود منا على الأكس؟ لا. إذا الفيميل ما بتحمل منا بالمرة. إذا الفيميل زيرو تكونش حامل الجين. قلنا مثل الجين اللي هي تبعت الأس أر واي جين. طيب إذا جين موجودة على الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي على الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي نتطلع هون احنا اذا الجين يعني هون بهالمنطقة. احنا نضل نخلي هالرسمة براسنا عشان نضلنا ببداية الدرس عشان ما نخربط فيهن. اذا الجين على الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي يعني الاكس هون في جين اكيد بدام المنطقة مشتركة معناته بده يكون في جين وين؟ بالا كمان. فالميل كاري كاريز تو الليلز ماشي ودام هي على الأكس ما الفيميل كمان شو عندها؟ عندها 2X. إذا الميل بيحمل 2 والفيميل بتحمل شو؟ 2 alleles. إذا جينا مثلا بدنا ناخذ example نطبق عليها وقلنا إنه ده جين is located on non homologous segment of X تمام واعطاني given انه normal allele and dominant over the allele of the disease اللي هي دي سمول وقال لي اعطيني بدي الجينوتايب for affected male. هلا احنا بنيجي بنقول شغلة هل بروح بكتب انا دي دي؟ هذا كلام غلط. ليه؟ لانه دي دي لما ما نكتب اكس وواي هدول انه لما نكتب اكس وواي ونكتب بس احرف هذا بيعني انه الجين وين موجودة على اوتوزوم الكروموزوم مهمة هاي. فعشان احنا هيك شو بنعمل؟ هو اعطاني اللي موجودة عن نان هومولوجس سيجمنت اوف اكس. اذا احنا بس الاكس حامليتها والواي مش حامل شيء وهو اللي بده ميل افكتد يعني بتصير اكس دي واي. اذا جينا نرسمها على الكروموزوم يعني هو اللي وين موجودة يا اخوان؟ موجودة بالمنطقة اللي خاصة بالاكس يعني اذا هي اكس كروموزوم يعني هون هيك اكس دي واي. اذا قال لي اعطيني نورمال فيميل منقول الجين موجود عندنا هومولوجس سيجمنت اوف اكس الفيميل عندها شو؟ عندها 2 اكس. نورمال فيميل فيها تكون ان
ان او فيها تكون شو ان دي. طبعا لانها موجوده على الاكس فانا عند الاكس بنكتب شو، بنكتب اكس ان اكس ان اور اكس ان اكس دي. تمام. طيب اذا اعطانا مثلا انه the gene is located، خلينا نظبطها من فوق. قال لي the gene is located on the homologous segment of x of x and y. اعطينا جينوتايب لميل افكتد، شو بنظبط فيها هون؟ هون homologous segment of x and y معناته الاكس بتحمل الجين مثل ما حكينا والواي بتحمل الجين، لانه الهومولوجس سيجمنت هو منطقة مشتركة بيناتهم. اذا احنا بطلت اكس واي صحيحة ولا موقع هون، وين الموقع صار؟ اكس دي واي دي صارت هون بهالمنطقة، اكس دي واي دي. هذا في ميل شو افكتد. طبيعي اذا بدنا نكتبها شو بنقول؟ اكس دي واي دي. نورمال فيميل هون بتضل نفسها، ليه؟ لانه الجين موجود على الهومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي، يعني الاكس بيحملها للجين، بدام الاكس بيحملها فالفيميل شو عندها؟ هي عندها اكسين، فبضل نفس الشيء، ولكن هو موقع الجين بينزل شوي. بس هاي القصة. اذا احنا بالنهاية بنقول انه الجين لوكيشن، في عندنا وي هاف four locations، ممكن تكون جين اوتوزومال جين او ممكن تكون موجودة وين؟ على غونوزومال كروموزوم او اوتوزومال كروموزوم. قلنا اذا اوتوزومال كروموزوم هي من pair 1 لpair 22، غونوزومال هي pair 23. بالpair 23 في عنا non-homologous segment of x، non-homologous segment of y، homologous segment of x and y. وكل واحدة من هدول الثلاثة مفروض اعرف وما انسى الميل بيحمل قديش والفيميل بتحمل قديش. ومنكون هون هاي اول فكرة مهم جدا ومبدأ مهم جدا نبلش فيه ان شاء الله. المرة الجاية رح ناخد dominant recessive ونبلش نشوف كيف هو بيعطيني pedigree وبيطلب مني اعرف اللوكيشن وين. يعني هو بيعطيني pedigree واحنا بدنا نعرفها، هل هي على اوتوزومال كروموزوم او نون هومولوجس سيجمنت اوف اكس او نون هومولوجس سيجمنت اوف واي او هومولوجس سيجمنت اوف اكس اند واي. وسهل جدا ان شاء الله. والله يعطيكم العافيه.